السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة جايلكم بفيديو جديد، عايزاكي تحطي لي لايك للفيديو ده. ولو لسه اول مرة بتشوفيني ومش مشتركة معايا في القناة، تنوريني بالاشتراك من تحت من علامة اشتراك باللون الاحمر، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اسفة جدا بقى انا اتأخرت عليكم، وبقالي يومين ما بنزلش فيديوهات، وقبلها كان بقالي يومين برضو ما بنزلش فيديوهات. بس والله غصب عني، يعني ما بيبقاش عندي وقت للتصوير، وكمان يعني رحت البحر كده زي ما انتوا شفتوا، وجيت تعبت شوية فما قدرتش اصور معاكم. ان شاء الله بقى الفترة الجاية دي هعوضكم في الفيديوهات شوية عن التأثير اللي انا مقصراه ده. بصوا بقى، انا اول حاجة صحيت عملتها، انا كنت اول ما صحيت من النوم فتحت كده عندي الشقة، وكنت كمان فطرت بس ما كنتش عملت القهوة بتاعتي، فقلت كده هعملها معاكم. صراحة كنت حاسة ان انا محتاجة افوق قبل اي حاجة، علشان انا كده كنت مصدعه قبلها بيوم جامد جدا، وفضلت اخد في بنادول وبرشام وكده، ما راحش الصداع خالص، وما كنتش شربت قهوه اليوم ده. فقلت بقى هبدا بالقهوه كده، عملتها معاكم، وبعد كده بقى هشوف هعمل ايه. اول حاجه عندي كان عندي غسيل غوامق، طبعا انا بفصل الغسيل غوامق وفواتح والكلام ده، الحاجات اللي ينفع تتغسل مع بعض يعني. فده غسيل كده كنت فصلاه عن بعضه، فطلعت معايا دوره غوامق صغيره خالص، فهعملها معاكم. انا كمان هعمل اكتر من دورة، بس يعني ما جبتش معاكم كل الدورات اللي انا عملتها. انا عملت دورتين في اليوم ده، دورة غوامق ودورة كمان الكتاشي. بس اللي جبتها معاكم يعني الغوامق. حطيت المسحوق اللي هو بتاع البرسيل جيل بتاع الغوامق ده في الدرج بتاع الشطف والدرج بتاع الغسيل، وعملتها على نص ساعة، والعصر بتاعها 800، ما حبيتش ان هي يعني تعصر قوي. هنا بقى دي كده حاجات كنت جايباها، دي بخاخة علشان البخاخة بتاعت المعطر اللي انا حاطة فيها المعطر مش عجباني، بقى لها فترة يعني عندي وكده، وما بحسهاش ان هي بتبخ كويس. وهنا جبت كده المصفة بتاعت المعالق اللي هي شبه بتاعت ايكيا، دي مش بتاعت ايكيا، دي التقليد بتاعها، بس هي ستانلس برضو، دي كان سعرها عاملة 25 جنيه. هفضي بقى كده من المصفة الكبيرة دي، من الصفاية الكبيرة دي، هصفي منها المعالق والحاجات اللي انا بستخدمها يوميا يعني لازم بكون بستخدمها، فدي اللي انا هحطها في الستانلس دي، وباقي الحاجة هرجعها مكانها. بصراحة قلت احسن ان هي صغيرة، علشان انا من نوع ان انا بكسل كل يوم بقى اشيل عندي الحاجة اللي في الصفاية دي ارجعها الادراج بتاعتها، فقلت احسن ان دي صغيرة يعني مش هتاخد حاجة اصلا فيها، فهتساعد ان هي اول باول تتفضى على طول. كمان بعد كده بقى لما اصفي على الفوطه الميكروفايبر هبقى اشيل بقى الحاجه من عليها على طول، هحطها في الادراج بتاعتها، فده مش هيخلي المصفى دي عندي تتزحم يعني. دي هنا فوطه جايباها برضو، دي ميكروفايبر، فانا صراحه كنت جايباها للمطبخ، بس قلت انا هجرب كده هنضف بيها بره، هشوفها هتشيل التراب ولا لا، لان انا كنت محتاجه فوطه زي كده بره. عايزه اقول لكم طلعت تحفه جدا يعني، لو شفتيها في مكان وعايزه تجيبيها هاتيها، انا جربتها وعجبتني قوي، موجوده عند كل المحلات اللي بتبيع الادوات المنزليه والكلام ده، موجوده اللي بيبقوا حاطين الفوط والحاجات دي بتاعه المطبخ. سعرها كان عامله 12 جنيه ونص. بس عايزه اقول لكم جميله جدا، عايزه اقول لكم مسحت بيها الشاشه وهمسح بيها يعني قدامكم، بتشيل التراب من على اي حاجه، التراب اللي هو الاصفر ده الناعم جدا، عايزه اقول لكم شالته. وكمان لو انت عايزه تلمعي بيها فهي بتلمع، انا جربتها في الجزء الاسود بتاع السفره عجبتني الصراحه. مش عارفه بقى هي في تنشيف الميه حلوه ولا لا، انا كنت جايباها للميه، بس انا عملت بيها زي ما قلت لكم التراب. ممكن بعد كده بقى اجربها للميه، ولو عجبتني ابقى اجيب واحده بره انضف بيها يعني التراب وكده. دخلت بقى هنا عندي على اوضه الاطفال، زي ما انتم شايفين انا كنت مفتحه الشقه كلها اول ما صحيت من النوم، وبعد كده جهزت فطار يعني واتلكعت شويه وبدات اعمل اللي ورايا. مش عارفه مالي اليومين دول، انا اتحسدت على فكره. بس بقى كنت محتاجه اغير الملايات فهغيرها معاكم، وكنت كمان مطلعه اللي هي الكوفرتات دي تتشمس بره، عايزه اقول لكم يعني بحب كده يعني كل يوم يوم ويوم على قد ما بقدر ان انا اطلعها تتشمس، يعني الشمس لما بتيجي على الحاجه المفروشات والكلام ده ما بتخليش فيها اي ريحه مش حلوه او كده، وكمان ريحه الشمس في الحاجه يعني منعشه لوحدها. بس كده مسحت بقى الكوموزينو، وكمان بلمع كل حاجه كانت عليه او جوه منه يعني. كمان الكوسترات دي كنت مسحتها، عايزه اقول لكم حلوه جدا للازاز، ما بتخليش الحاجات السخنه تفرقع الازاز. انا اصلا كان عندي الازاز ده ساعه الفرح يعني والعفش وكده، كان جاي مقاسه كبير شويه عن الكوموزينات، فالنجار اخده يقصه تحت، فلما جابه
كان الكومودينو بتاع اوضه الاطفال ده كان الازاز بتاعه فيه حته صغيره خالص مشروخه مطرح الراجل مقصهوله يعني. المهم ان انا لما حطيت عليه حاجه سخنه الشرخ ده طول بقى كده في الازاز، فخلى جزء كبير من الازاز مشروخ. فمن ساعة بقى ما استخدمت هي الحاجات السيليكون دي وانا محافظة بقى على باقي اجزاء الازاز، ان شاء الله مش هتتشرخ تاني. هنا بقى كنت طلعت طقم ملاية بدل اللي شلته. اول حاجة بدأت اعملها ان انا البس المخدات، طبعا متعودين على كده معايا. وكنت نفضت المرتبة بقى وكده بالملاية القديمة، وبعد كده بلبس المخدات وهبدأ بقى ان انا هفرش الملاية الجديدة. طبعا الناس كتير اللي سألتني على الملايات بتاعتي كنت جايبها منين، انا كنت قايله لكم ان انا جايبه من مكانين، وفعلا انا كنت جايبه من مكانين، بس الطقم ده الوحيد اللي انا كنت جايباه من مكان تاني خالص علشان برضو اتسألت عليه، وممكن اكون قلت ان انا جايباه من سنتر سيرا او كده، بس هو مش من سنتر سيرا، انا كان اختلط عليا الامر يعني. كنت جايباه من مكان اسمه ماركاتو في شارع الابراهيمية. هو مكان كبير كده حوالي 4 ادوار، في كل حاجة تخص جهاز العروسة وحاجتهم حلوة جدا، بس هي أسعارهم غالية شوية، مش عارفة طبعا لو في حد اتعامل معاهم أو كده هيبقى عارف. بس ساعتها الطقم ده كان عليه ديسكاونت يعني وكده، كنت أخدته. عايزة أقولكوا جميل جدا يعني، خامته اللي هي قطن 100%، وكمان الشكل بتاعه حلو كده زي ما انتوا شايفين. فأنا قلت بس هوضح لكم النقطة دي علشان ممكن يكون حد سألني وأنا رديت عليه يعني اختلط عليا الأمر بس مش أكتر. بس باقي المفروشات كلها جايباها من سنتر سيرة، وكمان سنتر كنوز اللي انا كنت عاملة لكم فيه جولة. بس كده كنت حابة اقول لكم يعني علشان لو حد عايز يعرف تاني الطقم ده جايباه منين. زي ما قلت لكم من المحل اللي اسمه ماركاتو في شارع الابراهيمية. هنا بقى دخلت كده على اللي هي الارفف دي، السحابات اللي انا معلقاها دي كده، نزلت عليها كل حاجة ومسحتها، وبعد كده برجع جزء جزء علشان ما سحمش المكتب عندي يعني، رف رف كده بنزله وبمسح الحاجة بتاعته وبرجعه. طبعا المروحة زي ما انتوا شايفين هي مش عايزة تتمسح، هي عايزة تتغسل كلها على بعضها كده، فانا صراحة تعبت منها لان انا تقريبا بعملها بمعدل كل اسبوع او اقل كمان والله العظيم، بتلم وبرة سودة كده معرفش بتجيبها منين. كنت بتهمها بدودو الصراحة وبقول الفروة بتاعتها هي اللي بتعمل كده، بس طلعت فروة مش فروة، هي بتلم وبرة سودة كده مش عارفة. بصوا هو انا طول النهار والليل انا مفتحة، ما بقفلش الشقة ابدا يعني، على طول مفتحة. ممكن بس بعد ما بصور معاكم بقفل كده شوية، لو لقيت المكان اللي جنبي ده ولعوا فيه دخان علشان ما بستحملش الدخان، وبعد كده برجع بفتح تاني لما الريحة بتهدى. بقول بقى ممكن يكون ده السبب ان هي بتلم الوبرة السوداء دي على طول علشان انا مفتحة. عامة يعني انا مش هعملها تاني بقى غير لما هشيلها خالص بقى، همسك كده المروحتين هغسلهم غسلة محترمة، وهفك كمان المروحة ذات نفسها من جوه الموتور بتاعها يعني وكده، وبعد كده بقى هبقى اشيل الاتنين علشان احنا خلاص داخلين على دخلة الشتاء، اصلا الجو بدأ يسقع بالليل فساعات كتير بننام دلوقتي من غير مروحة يعني. هعملها بقى كده معاكم برضو في فيديو وهبقى اشيلهم بقى الاتنين. كنت بقى عايزة اخد رأيكم في حاجة. دلوقتي زي ما انتوا شايفين ان انا قاعدة على طول في اوضة الاطفال، والناس اللي بتسألني قاعدة في اوضة الاطفال ليه، قاعدة فيها علشان التلفزيون. فانا صراحة حاسة ان انا يعني هلكاها جامد زيادة عن اللزوم. قلت بقى ان انا عايزة اغير اوضة النوم شوية كده وادخل فيها التلفزيون الصغير اللي بره في الريسبشن واحط في اوضه النوم، لان احنا داخلين على شتاء فالجو بره كمان ساقعه. فقلت بقى يعني ايه اقعد في اوضه النوم شويه بالتلفزيون والكلام ده، مش عارفه عايزاكم تقولوا لي رايكم. وكمان قلت كده لجوزي جميل الصراحه، قال لي لا انا مش هزق معاكي ومش هعمل معاكي الحاجات دي، واوضه النوم جميله جدا كده وعجباني كده وخليها كده. فايه رايكم بقى اضحي كده وانزل الدولاب كله علشان اعرف ازقه؟ بصوا هو انا اكيد هستعين بصديق يعني في الموضوع ده، لان انا مش سوبر هيرو يعني، فمش هقدر اعمل كده لوحدي. فالموضوع يستاهل المجازفه ان انا انزل الدولاب كله علشان اعرف ازقه، ولا اكبر دماغي بقى وخلاص وخليني في اوضه الاطفال زي ما انا عايزه رايكم. بصوا صراحه انا اوضه النوم انا راضيه عنها يعني الحمد لله كده، وحابه كل حاجه فيها. الحاجه بس الوحيده اللي مضايقاني الاتنين كومود مش جنب السرير، ويمكن في ناس كتير برضو علقت على الموضوع ده، بس ده علشان مقاسات الاوضه مش اكتر. انا لما جيت اخدت المقاسات بتاعه الاوضه كنت قايله له ان انا اصلا عايزه السرير في الجدار اللي هو بتاع الدولاب، انت
تخيلوا كده معايا، كنت عايزة احط السرير في النص والاتنين كومود جنبه، والدولاب هو اللي يجي في الجدار بتاع السرير، والتسريحة عادي مكانها في النص. متخيلين معايا اللي انا بقوله؟ فصراحة كانت تقسيمة بالنسبة لي يعني كانت حلوة جدا، وكان نفسي ان هي تحصل. فقال لي مش هينفع علشان المقاسات، الدولاب يعني ليه مقاس ستاندر ما ينفعش يقل عنه، ده كده كان اصغر مقاس هو عاملهولي. فقال لي مش هيجي عندك في الحيطة بتاعة السرير. فمش عارفة هو كده لو ضيرته ممكن انا لسه ما خدتش المقاس على فكرة، ممكن بقول ان هو هيجي في الحيطة بتاعة التسريحة، وهزق كده السرير شوية. بس طبعا هضطر اشيل الاتنين قبليك، لان هو مكانهم ان هما متسنترين في النص على السرير اللي هو في الوضع بتاع الجنب يعني بتاع السرير، فبرضه هيضطروا ان هما يتشالوا. قصة يعني. المهم مش دي المشكلة. بقول بقى هاخد المقاس بتاع الجدار بتاع التسريحة، لو يجي فيه الدولاب بفكر بقى احركه فيه كده، انقل الدولاب مكان التسريحة واجيب السرير كده في النص، في الجدار في النص، واحط جنبه الاتنين كمود. والشاشة بقى مش عارفة احطها فين الصراحة لسه، بس بقول ممكن في نفس الجدار اللي فيه الستارة كده اجيب الستاند اللي هو المتحرك ده واحطه في الجدار ده. عايزة اخد رأيكم بقى، تكتبولي تحت في الكومنتات اعمل كده ولا لأ، والموضوع يستاهل المجازفة ولا لأ، لان هو صراحة هيبقى مجهود عليا كبير جدا ان انا انزل الدولاب والكلام ده عشان اعرف ازقه بالحاجة اللي فيه. طبعا مش هينفع يتزق، فهتبقى ليلة كبيرة سعادتك. فهستنى رأيكم في الكومنتات، تقولولي اعمل كده ولا تقولولي علي اميرة وبلاش الافكار اللي انتي بتفكري فيها دي، شيلي الكلام ده من دماغك وقعدي في اوضة الاطفال واستهدي بالله، علشان انا الشيطان بيلعب في دماغي يا جماعة. وحقيقي حاسة ان انا لا محتاجة استغل اوضة النوم اكتر من كده. انا عاوزة بقى الناس اللي كانت مركزة في الفيديو تقولي انا عملت ايه، لان انا مش فاكرة اخر حاجة عملتها معاك وهي كانت ايه. بس بصوا يعني عامة انا كان في غسيل تقريبا يعني كده، بسم الله الرحمن الرحيم، دخلت خلصته، وكمان كان في غسيل طلعته عشان يتنشر، ومسحت الترابيزة بتاعت الركنة، ومسحت الركنة نفضتها وكده، وبمسح التلفزيون اهو، وكمان مسحت الزهرية بتاعت الزرع، يعني مسحت كل حاجة في الريسبشن. هدخل بقى هنا المطبخ علشان انا طلبت سمك كده جاهز النهارده، قلت يعني اليوم مش محتاج زحمه، انا مسحومه مع نفسي لوحدي. هعمل بقى رز صياديه، فجبت حله على قد كميه الرز اللي انا هعملها، انا هعمل 2.5 كوباية رز. فجبت هنا بصلايه وسط اقطعها بقى كده، هخرطها يعني برضو التخريط بتاعها كده مش كبير ومش صغير، بس يعني هو كل ما بتكتري البصل في الرز بتاع الصياديه ده بيطلع طعمه حلو كده وبيبقى مكرمل ولونه كده بيبقى حلو. المهم بقى كده هقطعها زي ما انتم شايفين بشكل عشوائي كده، مفيش احسن من العشوائية في تقطيع البصل. مش عارفة ايه اللي انا بقوله ده، بس ماشي يعني انتوا حبايبي، مفيش حد غريب بيتفرج عليا. المهم يعني كنت بقى عايزة اكلمكم في حاجة تانية. بصوا بقى انا عملت الجروب اللي بتاع الفيسبوك زي ما انتوا عارفين، وفي ناس كده معينة اللي بتتفاعل عليه، بس يعني مش هنكر ان في تفاعل، هي في تفاعل بس من ناس معينة يعني. يا جماعة والله هي الفكرة يعني انا مش شايفة ان هي بشعة للدرجة دي ان ما فيش حد يتفاعل على الجروب. يعني مثلا احنا 960 او 980 اخر حاجة انا كنت شايفاها كانت 960 تقريبا، 960 عضو في الجروب، المنشور ينزل ما يجيش عليه غير 20 لايك مثلا، واللي يتفعلوا عليه 5 6 7 كده بس. ليه يعني انتوا مجبورين ان انتوا تخشوا الجروب؟ انا ما اجبرتش حد، بالعكس يعني دي كانت فكرة مني طلعت عجبتكم، لقيت عليها اقبال كبير جدا، حتى ما استنيتوش الفيديو اللي بعده ان انا اعملها فعملتها معاكم. ويعني مش فاهمة ليه قلة التفاعل، ليه يعني هنخسر ايه لو كلنا ساعدنا بعض وكلنا قلنا رأينا لبعض؟ يعني انا معايا ناس كتير جدا متعاونة وناس كتير جدا بتحب بعضها، وعلى فكرة ده اللي بيميز الجروب بتاعنا، ان فعلا بشوف فعلا ناس كتير جدا بتحب بعضها، بس كمية قليلة يا جماعة. يعني على العدد اللي احنا وصلنا له ده في كام يوم عدد حلو، ليه بقى التفاعل قليل؟ هقول لكم على حاجة، والله عارفين انا لو كنت لقيكم مش متحمسين للموضوع انا مكنش عملته. تاني حاجة، انا لو شايفة مثلا ان العدد لسه قليل مش هطلب منكم تفاعل، بس احنا يعني ما شاء الله عددنا حلو، فانا حابة ان احنا نساعد بعض اكتر
على فكرة ممكن يعني نكون كلنا عندنا آراء بس بنكسل نكتبها، ودي حاجة مش حلوة، لأن برضو حطي نفسك مكان أي حد من اللي منزل كده بيسأل عايز ياخد رأي حد في حاجة، أو عايز مثلا ياخد رأي الأغلبية فينا. لو انتي في يوم مثلا حابة ان انتي تنزلي منشور وبرضو مستنية رأي وما لقيتيش تفاعل، هتحسي كده بإحباط وهتحسي ان انتي ما استفدتيش حاجة. فأنا عايزة الكل يبقى مستفيد، وان احنا نفيد بعض بآراء بعض يعني اكبر استفادة ممكنة، وان الناس تكون متفاعلة اكتر واكتر علشان الجروب يكبر وعلشان يكون فيه استفادة. ما يهمنيش ان العدد يكون كبير وان ما يكونش فيه استفادة، بالعكس انا لو عندي 50 واحد و50 واحد دول متفاعلين ده عندي احسن ما يكون عندي 10 آلاف واحد وال10 آلاف واحد دول ما فيهمش غير 5 6 10 اللي شغالين بس على الجروب. كمان الادمن بتاعت الجروب بتتعب معاكو جدا، وبتحاول بقدر الامكان ان هي توفر لكم افكار، هي مشكوره طبعا على تعبها ده بدون مقابل. فيعني يا جماعه نقدر برضو بعض كده، واللي هو ايه نحاول نساعد بعض ونحاول نستفيد من الجروب ده، لان هو يعني فكره كويسه، انا مش عايزه اندم ان انا عملتها. بس كده ده اللي انا كنت عايزه اكلمكم فيه، انا بكلمكم علشان انا بحبكم فعلا، وعارفه ان انتوا مش هتفهموا كلامي ده غلط، وان ما فيش حد هيدخل شايف ان انا مثلا بتكلم بتكبر او الكلام ده نهائي خالص، يعني انا اقل واحده فيكم. انا بس عايزه ان هو يكون في استفاده للناس من الجروب. بتضايق جدا لما بشوف عدد الجروب كبير ما شاء الله والتفاعل قليل جدا، وان في حد بيسأل ولسه ما حدش رد على السؤال بتاعه او فاده بحاجه. انا ممكن على فكره ما اكونش اعرف اجابه السؤال ده، بس بحاول على قدر الامكان ان انا ارد. فطبعا يعني اللي بتسأل دي بتكون محتاجة يعني رأي كذا حد او اكتر من حد. بس كده يا رب ما كنتش طولت عليكم في الموضوع ده، ومش حابة ان انا اتكلم فيه تاني عشان خاطري يكون في تفاعل من الناس اللي معايا على الجروب. هسيب لكم كمان اللينك تحت في صندوق الوصف عشان الناس اللي حابة تكون موجودة معانا ولسه مش مشتركة في الجروب، فهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. نرجع بقى للي كنا بنعمله، كنا بنعمل ايه؟ طبعا خلصت زي ما انتوا شفتوا الرز كده، حطيت بعد ما البصل احمرت خالص رحت جايه نازله عليها بالرز ومقلباهم، وحطيت لها ملح وسنه من الفلفل الاسمر وبهارات السمك حاجه بسيطه خالص، وبعد كده زودت الكميه بتاعه الميه المناسبه، هما كانوا 2.5 كوباية من الرز، حطيت قصادهم 2.5 كوباية من الميه المغليه، ده علشان البنوتات اللي مش بتعرف تظبط معايير الرز، ده الرز المصري. واول ما الرز شرب الميه وطيت عليه علشان يتردد وخلاص بقى سبته. دخلت بقى هنا تاني الريسبشن هخلص بقى باقي الحاجة اللي فيه، عملت معاكم البوفيه وعملت معاكم السفرة ووريتكم الفوطة قد ايه لما التراب من على السفرة اللي هو التراب الاصفر الناعم خالص ده شليته كله، عايزة اقول لكم بقيت بمسح بيها الاول التراب وبعد كده بقيت برش الجلانس وبلمع، عايزة اقول لكم المنديل يعني بيطلع نظيف زي ما هو والله العظيم، ما بيخليش الفوطة ما بخليتش تراب خالص على الحاجة، كمان بتساعد ان انتي ما تستهلكيش مناديل كتير. دخلت بقى برضو على الجزامة عملتها، شلت من عليها التراب ولمعتها، وكمان هلمع المراية بتاعة الجزامة، رشيت كده عليها جلانس برضو وهمسحها. عايزة اقول لكم ان اوضة النوم عندي كانت نظيفة ومش هعمل فيها حاجة، انا كنت بس سايبة عليها كده هدوم هدوم بيضة كنت سايباها على المكوة على ترابيزة المكوة، فهاخدها من عليها هنقعها هنا قدامكم اهو. جبت كده الطبق الكبير ده حطيت فيه مية، وبعد كده هحط فيه الاوكسي اللي هو بتاع الغسيل العادي ده، ده بريحة اللافندر، وهحط كده عليه حوالي غطيين من الفانيش علشان انا عندي الهدوم البيضة دي فيها كده اصفرار، فكان لازم تتنقع قبل ما تدخل الغسالة، انا عامة بحب انقع الهدوم البيضة قبل ما ادخلها الغسالة. كمان برضو كان في فواتح مع الابيض هنا يعني حسيت ان هي كده مغيرة محتاجة ان هي تتنقع، فحطيتها زي الفوطة اللي هي الفيروزي الفاتح قوي دي، كمان البنطلون البيجي الفاتح ده، وحط برضو التيشيرت الرصاصي. عامة الحاجات الفاتحة دي حبيت ان انا انقعها، طبعا المية ما فيهاش كلور ولا اي حاجة تبوظ الهدوم، هي بس فيها الاوكسي والفانيش. تمام، بس كده حطيت بقى كل الهدوم اللي انا عايزة انقعها وفتحت عليها المية زودتها وخلاص كده سبتهم يتنقعوا. هنا كانت الاوضه عندي نظيفه، انا بس شلت منها ترابيزه المكوى عشان انا كنت مطلعاها وكنت حاطه عليها حاجات، وكمان لمعت الدولاب والكومود اللي هناك وبلمع برده الكومود ده، ولمعت التسريحه سريعا كده يعني بقى ما حبيتش اجيبها معاكم بالتفصيل عشان ما اطولش عليكم في الفيديو اكتر من كده. هشيل بقى كده كل حاجه موجوده على
على التسريحة ما كانش ليها لازمة، وكمان الكومود ده وخلاص كده الأوضة بس هتبقى واقفة معايا ان هي تتكنس. دخلت بقى هنا أوضة الأطفال، أول حاجة عملتها أخدت بالخرطوم بتاع المكنسة الجوانب اللي هي بجنب الكومود دي، بيبقى واقع فيها بقى فرافيت قبل كده زي ما قلت لكم، مثلا فرافيت شيبسي او بسكوت او اي حاجه، فبحب كده الاول اسحبها بالخرطوم علشان طبعا هي مش بتيجي بالوش العريض ده. وكمان جنب السرير من هنا اخدت يعني كل اللي هي الاماكن الضيقه اللي في الاوضه اللي الوش بتاع المكنسه العريض ده مش هيعرف يدخل فيها. وبعد كده بقى هعمل السجاد عادي جدا هكنسه معاكم، زي ما انتم شايفين طبعا المكنسه مغلباني تقيلة جدا على السجادة. على فكرة انا مش فاتحة اللي هو الكفر الزرار بتاع اللي هو الفرشة ده، انا مش عاملاه، هي تقيلة كده لوحدها، الشفط بتاعها عالي زي ما قلت لكم قبل كده، بس هي عيبها ان هي تقيلة. وانا بفنش الفيديو كده كالعادة احب اقولك لو لسه سايبة حاجة عندك مش عاملاها او مكسلة عليها، فرجي على الفيديو كده وخدي منه باور وطاقة ايجابية وقومي خلصي كل اللي وراكي. الناس اللي بتفضل تقولي احنا بناخد منك طاقة ايجابية، احنا لما بنتفرج على الفيديو بنعمل كل حاجة، عايزة كده كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ومكسلة عن اي حاجة تقوم تعملها. يعني خلينا نشجع بعض كده ونحفز بعض ان احنا نخلص كل اللي ورانا اول باول وما نكسلش على الحاجة. وهنا برضو دخلت على الريسبشن كده برضو بشفط الارض بتاعته. وكمان بقى الميزة في النيش المرفوع ده ان انتي بتقدري تخشي كده بالمكنسة تحت منه. اخدت برضو كده قدام باب الشقة والسجادة بتاعت قدام باب الشقة كده اخدتها برضو معايا، همشي بقى كده بالمكنسة يعني على كل حاجة في الشقة، وبدخل بقى كده بين الكراسي وتحت الكراسي وبشيل الكراسي. عملت شغل جامد يعني، والله تعبت جدا في الفيديو ده، ياريت بقى الاقي منكو كده الحاجة اللي تحفزني وتخليني ان انا عايزه انزل معاكم على طول. ومش هي نفس الناس اللي بتحط كومنتات واللايكات، عشان انا عارفاهم على فكره دول حبايبي قوي، عايزاكم انتوا كمان بتتفرجوا برضو تشجعوني وتحطوا لي لايكات وكومنتات. دخلت بقى هنا برضو على اوضه النوم شفطتها كده بالمكنسه. عايزه اقول لكم ان انا ببقى يعني قبل ما بصور اوضه النوم انا ببقى عامله الجزء اللي هو الطرقه الصغيره اللي هي بين الدولاب والسرير ده، وبعد كده بعمل معاكم السجاده الكبيره. هنا بقى كده بعمل الطرقة، وكمان هاخد معاكم المطبخ، يعني هكون عملت كده الشقة كلها معاكم. الناس بقى اللي طلبت مني تفريزات للشتاء والكلام ده، عايزة اقول لكم ان انا نزلت السوق يا جماعة والله ما لقيتش حاجة يعني تنفع تتخزن في الوقت اللي احنا فيه ده، يعني هو لسه شوية كده. ان شاء الله انا اصلا محتاجة اظبط التلاجة عندي والفريزر، يعني هعملهم بقى بحيث ان انا لما اجيب الحاجة دي واعملها احطها كده في التلاجة وفي الفريزر، الحاجة تبقى يعني تتحط على نظافة على طول. هعمل برضو معاكم التلاجة والفريزر قريب. وكمان عايزة برضو انظف الضلفة بتاعت الجزء اللي هو بتاع البلاستيكات ده، محتاجة تتنظم عشان كلها فوق بعضها. هنا بقى كده كنت خلاص خلصت كنيس وخلصت كل حاجة، هرجع بس كده الباسكتات مكانها وهرش المعتر في الشقة وهبقى خلصت كده خالص. وهوريكم كمان الرز عندي بعد ما خلص. ودي كده عندي هنا الكوشنز بتاعت اوضه الاطفال، كنت شايلاها على السرير عشان كنت بكنس تحتها. هرجعها كده مكانها وكمان هحط عليها العروسه، هعطر كمان معاكم الاوضه. انا كنت عطرتها وانا بعمل السراير وكده، بس يعني عشان كان في ريحه دخان مش اكتر، انما انا بحب اعطر في الاخر زي ما انتوا عارفين. هعطرها بقى كده معاكم وهطفي النور، واحلى احساس بقى كده ان انتي خلاص بتبقي خلصتي كل اللي وراكي وقاعده كده بقى في الروقان شامه ريحه حلوه كده، الدنيا عندك مش مكركبه، احساس جميل الصراحه. هطلع بقى كده على الريسبشن بره، كمان بحب جدا اعطر الزرع ده ذات نفسه، بتفضل الريحة كده ماسكة فيه شوية، المعطر بيبقى ماسك فيه هو والفرش غير لما برشه في الجو بس. عايز اقول لكم ما تخافوش خالص، هو مش بيبقع في الفرش، يعني انا مجربة المعطر ده كتير جدا على المراتب وعلى الملايات والكلام ده، ما بيبقعش خالص في الفرش لان انا بكون مخففاه. اللي انا برش منه ده فريدة برائحة النظافة. زي ما انتوا عارفين ان انا بحب التنوع في المعطرات، ما بحبش اثبت على ريحة واحدة، احس ان انا بتخنق كده وبمل منها. فرشيت هنا برضو على الستاره، برش بقى كده على الفرش بتاعي كله. ودي اوضه النوم برضو اهي خلاص خلصت،
بعطرها برضو هي كمان. بمشي بقى كده بالبخاخة بتاعت المعطر دي كده في الشقة كلها. بحب كده بقى بعد ما بخلص اوضة النوم اولع فيها الاتنين سبوت دول كده، بولعهم هما بس، بيدوا كده نور هادي في الأوضة كده، وبيبقى اللون بتاعهم اللي هو الورم ده، فبحب شكلهم يعني على السرير وكده بس. ودخلت بقى هنا كده على المطبخ، بصوا الرخامة ما فيش عليها اي حاجة خالص، انا مخلصة كل حاجة، وده كان مسهل عليا جدا ان انا اقوم اشوف الدنيا بره يعني وكده. هوريكم بقى هنا الرز، عايزه اقول لكم فلفل، وشايفين لونه حلو ازاي. هو كده والله لونه فاتح شويه في الصوره، هو كان اغمق من كده شويه. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا. بهارات السمك في الرز على فكره بتدي طعم حلو، وكمان لو طبعا سقيتيه بشوربه الجمبري يا سلام تبقى فظيعه. وبكده بقى الفيديو بتاعي يكون خلص. ما تنسيش لو عجبك الفيديو ده تحطي لي لايك، ولو مش مشتركة معايا في القناة تنوريني بالاشتراك علشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم فيديو جديد، اشوفكم على خير، مع السلامة.